أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. أصبح الغذاء الذي يبني الجسم ويساعده على مقاومة الأمراض سبب في كثير من المشاكل الصحية التي سنتعرف عليها مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة نهى الحامد الباحثة في مجال التغذية العلاجية والأمراض الوراثية. مساء الخير أستاذة نهى. حياك الله. مساء النور. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. بداية خليني أبدأ معك، ما هو تأثير الغذاء وكيف يعني جسم الإنسان يستجيب له؟ عملية الهضم تامة كيف تكون؟ مثل ما احنا عارفين عملية الهضم للغذاء تبدأ بالفم، منها إلى المعدة، منها إلى الأمعاء الدقيقة في الغليظة، فالفضلات واستخراجها من الجسم. طبعا هو الهضم يتم ويتخلص ويصير فيه امتصاص بالأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة بعد الهضم والامتصاص تتحلل المادة الغذائية لمركباتها الأولية اللي هي البروتين والدهون والنشويات، وعندنا كمان الفيتامينز والمعادن. بعد ما تتحلل لتركيبتها الأولية يقوم الجسم بامتصاصها، كل على حسب الوظيفة المسير لها. فور اكزامبل الدهون تتخزن مباشرة خلال 3 ساعات من الهضم، إما تكون في المناطق المهيئة لها كالأكتاف، كأسفل الخصر، كالأرداف، كالصدر. عندنا بالنسبة للكربوهيدرات هي الخط الأول للطاقة، تستخدم مباشرة للطاقة. بعد فترة زمنية طويلة في حال الجسم ما استخدمها للطاقة تتخزن على هيئة دهون. بالنسبة للبروتين، البروتين تتخزن على شكلين، الشكل الأول اللي هو الإطار الخارجي للجسم، البشرة، الجلد، الأظافر، الشعر. التخزين الداخلي يكون للأعضاء كالقلب والكبد وجميع العضلات، وأيضا يدخل في بعض الإنزيمات والهرمونات المهمة في العمليات الحيوية. بالنسبة للفيتامينز والمعادن تعتبر في حالة نشاط دائم، لها دور كبير في وظائف الدماغ والنواقل العصبية، أيضا الإنزيمات والهرمونات. طيب أنت ذكرت الهرمونات وختمت في الهرمونات أستاذة نهى. يعني قبل أيام بس انتشر فيديو، ويمكن مشاهدينا تداول هذا الفيديو في الوسائل الواتساب والوسائل غيرها، أنه دجاج ويحقنون هذا الدجاج، يزيدون وزن الدجاج، فتلاقي الدجاجة يعني صار مقاسها كذا إكس لارج، كبرت كذا فجأة، فكلها محقونة بهرمونات. مدى تأثير، أو هل هي طريقة صحيحة، مدى تأثير الهرمونات هذه على المستهلك لو إحنا نجي ناكلها في الأخير؟ بالنسبة للهرمونات اللي تحقن بالدجاج هي على نوعين، إما يكون هرمون تستيرون أو بدائله مثل بروبيونات التستيرون، أو يكون هرمون الأستروجين أو البروجسترون أيضا بدائلها مثل هي هرمونات أنثوية. هرمونات الأستروجين والبروجسترون هذه هرمونات أنثوية، بينما في المقابل التستوستيرون هذا يعتبر هرمون ذكري. بالنسبة للأستروجين البروجسترون هي مسؤولة عن الصفات الأنثوية اللي هي تعطي الشكل الخارجي للصدر، أيضا مسؤولة عن توزيع الدهون بالجسم وتعطيها بالنسبة للأنثى. الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان ومركز أبراسمان اللي هو تابع لجامعة ولاية بنسلفانيا أكد على تأثيرها خصوصا للرجل من الناحية الصحية. يعني شنو هي هرمونات أنثوية؟ عشانها هرمونات أنثوية السايد أفكت تبعها على المدى الطويل يسبب سرطان الثدي بالنسبة للرجل. فعززت ورجحت الأسباب لأربع أسباب. أولها هو تعرض بعض الرجال للإشعاعات، بعض الإشعاعات جدا قوية تدخل في كسر أحد روابط الدي إن إيه الموجود بالخلية والمسبب للسرطان مباشرة. السبب الثاني اللي هو الأستروجين، تكون زيادته بالجسم عالية لدى الرجل مسبب له أيضا سرطان الثدي. السبب الثالث يعتبر اللي هو تضخم الثدي لدى الرجل. طبعا أسباب تضخم الثدي هو أيضا يرجع إلى زيادة تركيز الأستروجين. لا ناكله لكن بطريقه صحيه. طيب طريقه صحيه، كيف الطريقه الصحيه؟ الطريقه الصحيه هو يفضل انه اصلا قبل شراء المنتج ضروره التعرف على مصدر المنتج، ضروره قراءه اللي هي البطاقه الغذائيه في كل منتج عشان انت تحدد قرارك وقت شراء المنتج وتطمن. طب خليني ارجع معك استاذه نهى للدجاج نفسه، يعني معلومات صراحه، يعني التاثير السلبي لها. التأثير السلبي مثل ما حكينا اللي هو أمراض السرطان، لكن للأسف الفيديو اللي انتشر بطريقة جدا خاطئة. أنت عندك تعليق على هذا الفيديو؟ فعلا. العنوان اللي تصدر الفيديو أنه له علاقة بالشذوذ الجنسي، هذه معلومة جدا خاطئة. وأرغب تصحيح المعلومة، ليس له علاقة بالشذوذ الجنسي وإنما له علاقة بالصفات الجنسية اللي هي مثل ما ذكرنا التعزيز، يعني مثلا التعزيز، أنه لأن هذه الهرمونات هي اللي تميز الرجل عن الأنثى. يعني الهرمونات الذكرية هي اللي مسؤولة عن ظهور الشعر، خشونة الصوت،
توزيع الدهون بالجسم. هذا تصحيح معلومة. أكيد أكيد طبعا، لأن الدجاج ليس له أي علاقة بالشذوذ الجنسي. الشذوذ الجنسي لا يظهر إلا بناء على مصادر غير صحيحة، بناء على عادات، بناء على وازع ديني. لكن بالنسبة لتأثير الهرمونات اللي تكون مصدرها الدجاج المحقون، هذه تكون بأسباب اللي هي تغير في الصفات اللي المفروض تحددها نوع الهرمونات سواء ذكرية أو أنثوية. طب الهرمونات بس تكون موجودة بس في الدجاج؟ ممكن تكون بالدجاج، ممكن تحقن بها جميع المواشي. ممكن أيضا، قرأت للأسف أبحاث أمس كنت قاعدة لما اتصلت فيني الأستاذة الأميمة، اكتشفت أيضا حتى البيض، حتى البيض يخضع لنوع من التعزيز بالهرمونات. يعني حتى البيض لسه ما تخلق يعني؟ بالضبط. طيب المعلبات، تأثير المعلبات، المعلبات في تركيبتها الصناعية وطريقة التجهيز والنقل، هذه لها دور كبير أيضا على المدى الطويل، اللي هي السرطانات ومنها كمان تليف الكبد والتأثير على الكلى، ومثل ما احنا تطرقنا برضو لموضوع اللي هو السموم التي تظهر بعد فترة طويلة. طيب يعني بدينا يعني الدجاج المعلبات، احنا الحين في مرحلة خطر بصراحة، كيف احنا ممكن نتفادى هذا الخطر؟ في امكانيه ان احنا نتفادى هذا الخطر؟ اكيد اكيد، زيادة الوعي. احنا نتحمل مثقفين كمثقفين صحيين، احنا نتحمل 90%، ونحتاج لدعم للموضوع عشان نساعد المجتمع. هذه احد مهامنا. المهمة الثانية، لازم احنا نبادر من انفسنا، الاطلاع على الجهات والهيئات المعنية كهيئة الغذاء والدواء، جهودها موصولة للمستهلك دائما. التحذيرات اللي تتبناها في مواقعها والإرشادات الصحية أيضا من وزارة الصحة. الحاجة الثانية، الحفاظ على حياة صحية سليمة. الحصص الغذائية تؤخذ في طور الحصة اللي المفترض إحنا نحتاجها. الاعتماد كثيرا على مضادات الأكسدة. لما أقول مضادات أكسدة نتكلم عن الخضار، الفواكه، هذه جدا تعزز خط الحماية بالجسم. الرياضة أيضا 30 دقيقة، ما لا يقل عن 30 دقيقة يومين، مع الحذر على إيقاف الرياضة يومين متتابعين. أستاذة نهى، خليني أرجع معك. احنا تكلمنا على السؤال، تكلمنا على الهرمونات، طيب هذه كلها سموم في الجسم، هل في أغذية تساعدنا انه احنا ننظف الجسم من هذا السموم؟ في أغذية لها قوة طرد هذه السموم من الجسم. حمية تعرف بحمية ديتوكس، هي عبارة عن أغذية معينة لها دور كبير في طرد وتنظيف الجسم. لماذا اختيرت هذه الأغذية؟ اختيرت بسبب احتوائها على مضادات أكسدة بتراكيز جدا عالية. لها قوة زي ايش مثلا؟ هي عبارة عن مشروبات، احنا نفضلها كمشروبات اللي هي طبعا غير مستصاغة، هي مشروبات غير مستصاغة. يعني زي ما تقول البقدونس مع بصل وزي كذا. البقدونس يكون هي غالبا البقدونس مع الليمون والزنجبيل والاناناس والتفاح ايضا، وعندنا كمان القرنبيط. لها سبب، احنا نقول دائما في فتره شهر رمضان، شهر الصيام، احنا دائما نحاول نشجع الناس انه حاولوا قد ما تقدروا تتناولوا شوربه البروكلي مع الزنجبيل، عشان الاكسده فيها عاليه، عشان الاكسده فيها عاليه، وتكون فرصه الجهاز الهضمي عندك خالي من الاغذيه، فعندك فرصه ان انت تنظفه من السموم اللي متراكمة عندك من سنة. طبعا يفضل استخدام هذه الحمية كل 6 أشهر، 3 أيام صيام مع حمية الديتوكس، حتكون جدا فعالة وتطلع بنتائج. طبعا احنا مثل ما احنا عارفين لازم نتعرف على أسباب مصادر هذه السموم، فضلات الأيضية اللي موجودة بالجسم مثل ما تفضلتي، الهرمونات والمواد الحافظة، أيضا التدخين، البيئة بجميع مشتقاتها، عوادم السيارات، دخان المصانع وغيرها. طب خليني أرجع العلاج من السموم. هل الحمية الغذائية هذه، أنا قد قريت أنه في بعض الحمية الغذائية تنظيف أجزاء معينة من الجسم زي الكبد، الكلى، هي لأنه هذه هي أهم الأجزاء اللي تتراكم فيها سموم، الكبد امتصاصها يعني. بالضبط، لأنه تصير عندها عملية تصفية وتتجمع، وهي أكثر الأماكن اللي تتجمع فيها البكتيريا. يعني عندك مثلا الكبد مسؤولة، يعني هي مسؤولة عن تصفية السموم في الجسم. تليها الكلى، يليها الجهاز التناسلي كامل من المثانة إلى الحالب. فهذه هي المسؤولة غالبا بفضل رب العالمين، اللي هي تخليص الجسم عن طريق السموم، عن طريق البول، عن طريق العرق، مصفاة تكون فعلا فعلا. فهي غالبا تتراكم السموم بالمناطق هذه، فيكون شغلها غالبا على تصفية المتراكمات مع الأملاح وغيرها في الكلى، وفضلات الأدوية اللي موجودة في الكبد. طيب فضلات الأدوية، الأدوية كمان ممكن تسبب سموم في الجسم أو تتراكم في تسبب الجسم؟ حتى تلاقين بالمستشفيات احنا آخر ريكومنديشنز نعمله للمريض على فترة النهقاها، لازم يتناول العنب. طيب العنب له قدرة قوية على طرد فضلات الأدوية، وكمان في له علي بالأكسدة كمان ولا لا العنب؟
العنب يحتوي هو مضاد أكسدة قوي بسبب الصبغيات اللي موجودة فيه. طيب في طريقة صحية ممكن إحنا نطبخ فيها عشان نتجنب تراكم السموم هذه؟ هو بالنسبة إحنا لما نتكلم حقيقة عن الدجاج أو اللحوم هو كطريقة صحية وفضل دائما طبخها، وفي نفس الوقت إزالة الدهون منها. دائما إحنا نفضل الطبخ بساعات طويلة لتخلص المواد، بدأت إحنا مثل ما حكيتي وصلنا لمرحلة خطر. يعني في سموم، إحنا ما نتكلم عن دهون فقط، في سموم جوات المنتج، فإحنا ضروري إن إحنا نعزز عملية الطبخ. طبعا الشيء هذا ما نأخذه على جميع المنتجات، يعني مثلا عندي الشاي وعندي الأعشاب اللي إحنا نفضلها كشرب، هذه لو طبخناها زيادة عن اللازم تضيع فائدتها، بالعكس حتى ينصح إنها ما تطبخ. طب في أجزاء معينة مثلا زي الدجاج أستاذة نهى، يعني في أجزاء معينة تكون إحنا نعرف إنه حقن الهرمون فيها بطريقة معينة، صحيح، لازم نتجنب إن ناكلها؟ صحيح، أحسنتي، اللي هي الأجنحة، رقاب الدجاج، وأيضا يكون أحيانا الحقن في الأفخاذ حتى لو تلاقينها، يعني قبل تطبخينه وتذوب الجليد تشوفي بروز تكتلات دهنيه. صحيح. يعطيك الف عافيه استاذه نهى الحامد، الباحثه في مجال التغذيه العلاجيه والامراض الوراثيه. شكرا لك. نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر في فقراته. مجلة سيدتي هذا الأسبوع: تجارب عائلات سعودية لتحديد جنس المولود، هدايا للمناسبات الخاصة، ومجانا ملحق سيدتي التعليمية. سيدتي، عالمك في مجلة. في سيدتي بعد الفاصل: تفاعل كبير مع ظاهرة تغيير الأسماء،